عبد الرزاق تعيط الامينه الاكس ديالك معاك امو. انا اللي فيا المشكل باسكو انا مع هذيك السيده صافي دابا تقريبا واحد انه كل ساعه كنبغيو نديروا واحد الخطوه ديال المارياج ولا هذاك انا اللي كنتهرب. والاخر حاجه هو ان تونجاجينا وخططنا وقادينا وكل شيء ولا فانت كونت من داك النهار اللي كنا باش نتوكلوا على الله انا يطفي التليفون وكل شيء ومشيت وما درت حاجه خايبه. ناري 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 نهار الخطوبه النهار اللي كنا معولين نقادوا كل شيء وهذاك هي قادت مع دارهم وداك الشيء وانا يا صافي بحال تخوف. نعيطوا الامينه يكون خير ان شاء الله. امينه وي السلام عليكم اخبارك بخير في امان الله صحه لاباس الحمد لله شكون معايا سيدي معك مومو عرفتيني عرفتك امينه راك معنا في الكونتاك كاين واحد السيد معيطنا ولا عطانا نمره التليفون ديالك بغيت يهضر معك قدام الملايين المستمعين والمستمعات واش ندوزو لك اوكي مرحبا شكرا كي امينه لاباس عليك الحمد لله كي داير عبد الرزاق صافا بخير شوفي انا من الاخر انا بنت الناس كنقول لك سمحي لي كنعتذر منك وكنقول لك كنبغيك قدام الناس كاملين واش على اللي كتسد التليفون وكتقول لي انت يا بنت الليل انا مسامحك في الدنيا ولكن ما تنتظرش مني شي حاجه اخرى عام هو السيد يكذب عليا نهار كيلوحني به النهار لدرجه واحد النهار دار معايا باش نمشيو نجمعوا ورقينا وقال لي هبطي من الطوموبيل عطيني الفوطه من الكوفر انا هبطت هو دماغي ويزيد وخلاني في الزنقه هاد السيد اكبر كذاب هاد السيد ضعيف شخصيه يمشي يداوي راسو ما يبقاش يضحك على بنات الناس